وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يعيد فتح سفارة بلاده في العاصمة الإيرانية طهران بعد 4 سنوات على مهاجمتها من قبل محتجين وإغلاقها. هذه الزيارة تعد الأولى لوزير خارجية بريطاني إلى إيران منذ العام 2003، وتأتي بعد عدة زيارات قام بها وزراء أوروبيون إلى طهران بعد التوقيع على الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني. أحياناً هناك نقص حقيقي في الثقة، ولكن إعادة فتح سفارتنا إشارة رمزية جداً. لقد اخترنا الحديث إلى بعضنا البعض والعمل معاً في المناطق التي تجمعنا فيها مصالح مشتركة. علينا مواصلة تشجيع حوار منتظم في المسائل التي نختلف فيها. هذا هو المجال الذي تنفع فيه الدبلوماسية. بريطانيا إلى جانب الغرب تعتمد كثيرا على إيران لبحث التحديات التي تواجهها كالإرهاب والاستقرار الإقليمي وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق ومكافحة الإتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. 4 سنوات مرت على إغلاق سفارة بريطانيا في طهران، رغم كل التحفظات المحلية تستأنف هذه القاعدة الدبلوماسية مهامها اعتبارا من اليوم لتشهد على افتتاح فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة المتحدة. من جهة أخرى، أعادت الجمهورية الإسلامية فتح سفارتها في العاصمة البريطانية لندن في خطوة تؤكد التحسن التدريجي للعلاقات بين البلدين.